على رأس هذه الموضوعات امبارح كنا بنحتفل بمرور 4 سنوات على انطلاق المشروع التأمين الصحي الشامل اللي اطلقه فخامة الرئيس في محافظة بورسعيد، اول محافظة طب فيها التأمين الصحي الشامل. وكلمة التأمين الصحي الشامل انه شامل يشمل كل المواطنين في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية ترضي المنتفع اللي هو المريض او اسرته، والجزء الاخر وقائيا، وايضا ترضي مقدمي الخدمات الطبية. في الحقيقة سيادة الرئيس ايضا اهتم بهذا الملف بشكل شخصي، وكان في مبادرات رئاسية يعني شهدتها الدولة المصرية على مدار هذه السنوات، منها مبادرات متعلقة بالحد من انتشار الأمراض، كان منها فيروس سي، وكان منها أيضا مبادرات متعلقة بارتفاع معدلات شفاء المرضى زي القضاء على قوائم الانتظار وخلافه. لو نتكلم عن أهمية المبادرات الرئاسية ودورها أيضا في تعزيز هذا الملف. هو سيادتك أول يعني أكبر مبادرة والتي بدأت اللي هي 100 مليون صح. صحيح. اللي هو أنت بتجيب المواطن بيتم الكشف عليه سواء هو عنده مرض أو ما عندوش، وده الجزء الوقائي. بدون شك حالات كتير جدا كان عندها بعض الأمراض وهي لا تعرف ذلك أو لا تعي هذا. يعني في أمراض بتبقى صامتة لفترة طويلة جدا، زي ارتفاع ضغط الدم الشرياني، زي مرض السكر، كتير قوي. يعني احنا بنشوف حد جاي بيشتكي من حاجة معينة وبعدين بنكتشف في واحنا بنكشف عليه او بنفحصه انه عنده ارتفاع في ضغط الدم، هو مش عارف، هو بيجي له صداع، ساعات يحس انه مدروخ شوية، لكن ما فيش نوع من الكشف الدوري التتابعي او الاستكشافي عشان يعرف ان في ارتفاع في ضغط الدم. حالات كتير بيبقى عندها سكر، يقول لي انا ريقي بينشف شوية، انا بتبول كثيرا، وبعدين لما نكشف نلاقي عنده سكر. حضرتك حاجات كتير قوي، انيميا. فحضرتك الحالات دي عندما تكتشف مبكرا بدون شك بتقدر تحد من الاثار الجانبيه او المضاعفات التي تنتج من هذه الامراض. يعني حضرتك مثلا ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكر من ضمن الاسباب الرئيسيه لأمراض القلب، لأن ممكن العيان ده يجيله قصور في الشريان التاجي أو يجيله جلطات في المخ أو نزيف في المخ وهو ما كانش عارف، يكتشف لما تجيله المضاعفات. فالنهارده لما أنت بتفحص المريض وتكتشف عنده أمراض ونقول له أنت عندك كذا ولازم تاخد الدواء لأن الدواء ده هيقيك من المضاعفات، الحقيقة حققت نتائج كثيرة جدا. صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، يعني فحصت عدة ملايين من السيدات وقدرنا نطلع 140 ألف حالة كشف مبكر عن بعض أورام الثدي وأورام أخرى. بدون شك الكشف عن هذه الأمراض طبعا في مراحل مبكرة اللي هي مرحلة زيرو أو واحد بتعني في شفاء تام في حالات كثيرة جداً، وبتعني استجابة كبيرة جدا للعلاج في حالات أخرى والحد من أن المرض ينتشر أو يعمل مضاعفات. طبعا توفير رحلة طويلة من المعاناة إن كان حتى على المريض أو حتى على الدولة نفسها. طيب دكتور، اللي هي بيسموها يعني اقتصاديات الصح. صحيح. حضرتك لما بنكتشف المرض مبكرا التكلفة على المريض، طبعا مش تكلفة مالية، أنا بتكلم عن التكلفة الصحية. صحيح. ثم التكلفة المالية زي ما حضرتك قلتي بتفرق كتير أوي. طبعا.